اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي انفاس بريس. تدخل الحرب الروسيه ضد اوكرانيا اسبوعها الثاني على التوالي وايدينا على قلوبنا من حيث مشاعرنا تجاه مجموعه من الطلبه المحاصرين هناك خصوصا على مستوى مدينه سومي. لمناقشه كل هذه المواضيع معنا السيده وفاء الضوي. وفاء الضوي اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. سيده وفاء انت عضو او المسؤوله على العلاقات العامه والاعلام داخل الجمعيه المغربيه لخريجي الجامعات والمعاهد السوفيتيه سابقا. شكرا على استضافتك الدعوة. أولا وضعنا في الصورة، ماذا يقع بالضبط داخل أوكرانيا؟ لنبدأ منذ البداية، منذ بداية الأزمة حيث قامت السفارة المغربية بإبلاغ المواطنين المغاربة ومنهم الطلاب الذي يبلغ عددهم ربما 12 ألف أو 14 ألف طالب بمغادرة الأراضي الأوكرانية. في تلك الأثناء بدأت واحد شوية ديال الفتنة عند الطلاب وبدينا كنواكبوا معهم من داخل الجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي سابقا عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لمساندتهم ومعرفة ما يدور هناك. بعدها قامت السلطات المغربية بل بتنظيم رحلة تجارية للخطوط الملكية المغربية إلى مدينة كييف مباشرة واقتناء الطلاب بنفسهم تذاكر الطائرة. للأسف تذاكر أعلنت يعني بدأ السعر محدد في 4700 درهم إلى أن تفاجأ الطلاب في اليوم 16 أي يوم الثاني بعد الحرب يوم الثاني بعد الإعلان وبعد الرحلات الأولى وصل السعر ل 15 ألف درهم، يعني أنه لم يكن بإمكان الطلبة يشريوا هذوك التذاكر. يعني هذا ما جعل أغلبية الطلاب يعني قرروا أن لا يغادروا الأراضي الأوكرانية في تلك الأثناء، زيادة على أن الجامعات ديالهم ما بغاتش تعطيهم الوثائق. الجامعات قالت لهم إلا يعني ما حضرتوش الدروس سوف يتم طردكم من الجامعات إلى ما غير ذلك. يعني كان الضغط من عند الجامعة أيضا، وهذا ما سبب في أن يظل أغلب الطلاب داخل الأراضي الأوكرانية. نشبت الحرب يوم 25 فبراير. طبعا القصف الروسي كان في منطقة دونباس في مدينتي لوغانسك ودانيتسك. هذه المنطقة هذه كانت تعيش أجواء حرب منذ 8 سنوات. يعني ماشي يوم 25، ماشي يوم 12، ماشي هذه السنة. منطقة حدودية؟ لا، لم تكن باعتبارها المنطقة الحدودية. إذا تتذكرون قامت الثورة البرتقالية في أوكرانيا وانقلب الشعب على الرئيس وأتى رئيس ثاني. طبعا كان كل ذلك بمساندة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذه المنطقة طبعا هي منطقة حدودية ما بين روسيا وأوكرانيا، وأغلب السكان هناك هم من الروس. فلذلك ظهر انفصاليون ضد الحكم الأوكراني الجديد وضد النظام الجديد في أوكرانيا، وبدأوا يطالبون باستقلال المنطقة. كانت تساندهم في ذلك روسيا، فلذلك كانت المنطقة تعيش هناك أجواء حرب، حيث أن القوات الأوكرانية كانت تقصف بشكل دائم تلك المنطقة وتقتل من سكانها أوكرانيون أو روس لا نعلم، لكن كانت الحرب قائمة هناك. ما ندخلوش في تفاصيل كيف نشبت الحرب وكيف تصاعدت كل هذه الأمور في الآونة الأخيرة، ولكن ما يهمنا هم الطلبة. قامت بعد اسمح لي أستاذ وفاء، نعم. كنتكلموا على الطلبة، هادو ماشي جالية مقيمة، نعم، فقط عاجلين، ولكن ما كاينش واحد نسبة كبيرة. لا، الجالية المقيمة في أوكرانيا لا تفوق نسبة الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك. أغلبية يرجعوا الطلبة؟ طبعا، لكن هذيك هذه السنوات عندهم استقرار دائم نسبة قليلة.
نسبة قليلة، ولكن عندهم طبعا هناك محاميون، هناك أساتذة جامعيون، هناك رجال أعمال يعني، وكونوا أسرة هناك، تزوجوا نساء أوكرانيات وعندهم وليدات معهم وكل شيء. أنا القصد أنا من هذا السؤال هو أنه باش نبينوا على أن هذه الفئة ديال الطلبة هذه حديثة عهد بما تعرفه أوكراني من حرب. وحنا كنشوفوا الآن هذه الصور هذه ديال الدمار وديال الحرب، يعني هذو طلبة وليدات ديال 18 سنة 19 سنة، حتى في ليلة وضوحها وقفوا أمام الحرب، أمام المدفعيات، أمام القصف، أمام هذه الحالة هذه. يعني كيف ممكن تكلموا على هذه الوضعية الصعبة ديال هذه الوليدات هذو؟ فعلا هما الطلبة، والغريب في الأمر أنه عدد هائل، 12,000 أو 14,000 أو ربما 20,000، لا نملك الإحصائيات المؤكدة، ولكن كيفاش مشوا في هاد الخمس أو ستة سنوات الأخيرة؟ كانت واحد موجة كبيرة من الطلاب الذين ذهبوا، ماشي ذهبوا ولكن عبر شركات وسيطة وعبر وسطاء، هم الذي ربما أقول باعوا لهم الوهم أن أوكرانيا ستكون ضمن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الدبلومات ديالكم يكون معترف بها في كل العالم، مع أن كل الشواهد هناك ومنها شهادة التي استلمتها من روسيا أيضا معترف بها في العالم وفي المغرب أيضا، والكل يحصل على معادلة الشهادة يعني من المغرب، ما كان عارف حتى شي واحد ما خداش المعادلة ديال الشهادة ديالو. لكن بطريقة ما هناك شركات وسيطة ووسطاء هم الذين لعبوا الدور في أن تكون هذه الأعداد تذهب من الطلبة، تذهب إلى أوكرانيا لمتابعة الدراسة ديالها، لكن هذا موضوع آخر. هؤلاء الطلبة في هذه السن، هؤلاء الطلبة كما أقول دائما ما عمرهم ولا شافوا الملاجئ، ما عمرهم ولا سمعوا بالحرب ولا شافوا الدمار، ولا ممكن حتى قرأوا عنها في كتب، يعني شدوا شي كتاب ديال الحرب مثلا حرب أمريكا والفيتنام، أو لا كيشوفوها في الأفلام فقط ربما، ولكن اليوم كيعيشوا هذيك الظروف، عاشوا هذيك الظروف خصوصا في نعم كنا على تواصل، ونحن لازلنا لا نزال على تواصل دائم مع هذوك الطلبة. النفسية اليوم منهارة جدا، يعني تشفق على يعني القلوب تشفق على وضعية الطلبة، يعني مؤلم، أمر مؤلم جدا، لأنه أنا عشت معهم منذ الأيام الأولى لحد الآن، وأنا كنسمع الرسائل الصوتية اللي كانت توصلوا بها عبر المجموعة، مجموعتين أو ثلاث مجموعات عملناها حنايا في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات كانوا كيصفطوهم لنا وكانوا كنشروا بعض منها في اليوتيوب مثلا، الاتصالات الهاتفية اللي كنقوموا بها معهم، الفيديوهات، يعني ممكن دابا نتصل بواحد طالب وغيبقى غير كيهضر وهو متوتر، هو تيبكي، هو يعني ما تخيلش واحد، ما نقدرش أنا نوصف لك كيفاش هي الحالة النفسية ديال هذاك الطالب في هذه الأثناء. هذا الطالب هذا طلب منه أن يذهب إلى نقطة العبور الحدودية بنفسه. شحال كتبعد؟ أقل نقطة عبور حدودية من بعض المدن اللي كتكتظ بالطلاب. مثلا على حسب الورقة اللي قدمتها في آخر ندوة، كيف تبعد عن الحدود البولندية 927 كيلومتر؟ هذه أقل مسافة. الحدود المجرية 1160 كيلومتر. هذه أقل مسافة. عن سلوفاكيا 1057 كيلومتر. وأيضاً عن الحدود الرومانية 927. هذه الوليد 18 سنة 19 سنة 20 سنة، كيف ممكن أنه ينتقل من هذه المدن إلى الحدود في يعني بليلها بنهارها بجوعها في الصباح في المساء تحت القصف تحت الخوف؟ يعني راه ممكن اعتبروا هاد الوليدات أبطال، وحق لنا أن نفتخر بهم. سيدة وفاء، هم أبطال، ماشي غير يمكن نقول هم أبطال فعلا. هذا الطالب أو هذه الطالبة اللي قطعت مسافة 1600 كيلومتر مثلا من مدينة خاركوف إلى الحدود المجرية، هي بطلة وهو بطل، خصنا نلقوا لهم فعلا أوسمة أبطال. أخذت القرار بنفسها، يعني خليناهم
تركناهم العنان وقلنا لهم خذوا القرار بنفسكم. الأبناك تسدات، يعني أن الأهل ما بقاوش كيقدروا يصيفطوا لوليداتهم الفلوس، كيفاش غيدبروا على الفلوس للنقل. وكتعرف في في في, في الوقيته ديال الحرب كيفاش كتبدا يعني بعض المعاملات وبعض التعاملات الانتهازيين، مثلا الانتهازيين في يعني بدايه اللي عندهم وسائل النقل من تاكسيات او الحافلات، الا كان السعر كيسوى ثمن كتولى كيولي 10 اضعاف هذاك الثمن مثلا. ثانيا واجهوا مشكله مثلا المدن اللي فيها اللي وصل لها القطار او لا، هي اغلبها وصل الاكتضاد اللي عرفته محطات القطار والقطارات، بحيث انه انا سمعت ان بنيته مثلا بقوه الزحام اللي كانت تما كنت لحت في السكه ديال التران، كل ما جبدوهاش الافارقه اللي معاهم في الجامعات تبارك الله عندهم الاجسام ديالهم قويه، فما كانوش كيخليو المغاربه يطلعوا الاوكرانيين بنفسهم، العائلات الاوكرانيه هذا نقولوا طلعوا للقطارات، لقاو الحافلات، لقاو السيارات، قطعوا هذه المسافه هذه، وصلوا للحدود، منهم من انتهى في الطريق ما عرفش المعبر الحدودي، او الثاني بقى في الزنقه لانه الحافله ديالو او السياره اللي كانت تقلو خلاته ومشى ترجع تجيب وحدين اخرين. خاصو يكمل على رجليه، كملوا على رجليهم 20 30 كيلومتر في البرد هذا، راه فصل الشتاء فصل، لا الاغلبيه ولاو كي صافي كيلوحوا حوايجهم، ما بقاوش هذوك البليزات وديك السكن اللي جمعوا كلهم لاحوهم في الطريق. اغلب الطلبه هذا الشيء اللي وقع لهم باش يقدروا يتمشوا في الطريق، باتوا في الزنقه يومين ثلاث ايام، وهما يا اما وصلوا لا في المعابر الحدوديه، كنهضر على المعابر الحدود، باقي ما شفناش الطلبه المحاصرين. انا تنقول لك هادو اللي خداو القرار في البدايه ويلاه بدا القصف في المدينه في اقليم دونباس، وباقي ما يعني ما وصلش للمدن اللي كاينين فيها هما، ها هما وقع لهم هذا الشيء، لان كان ارتباك شديد، كان ارتباك في اتخاذ القرارات اوكي، كان ارتباك عند الطلبه اكثر 10 اضعاف الارتباك اللي كان عندنا حنا او عند اصحاب القرار، هذا اكيد. في النقط الحدوديه العبور الحدوديه كانت بعض النقط العبور الحدوديه ما كتخدمش بالليل، في الاول ما كانوش كيخدموا بالليل واحد الساعه وما تمشي وما تلقاو حتى شي واحد، كاينين كانوا هناك شرطه اللي ضربات الطلبه مثلا اللي بغاو هذا ضرباتهم، لانه كانوا كيميزوا ما بين الاجانب والاوكرانيين او الروس، فهمتي كيدخلوا الاوكرانيين او الروس شويه بلاو كيدخلوا النساء والاطفال والعواجيز عاد باش كيشوفوا الفتيات الاجنبيات عاد باش يدخلوا الشبان الاجانب. يعني المعبر ممكن يجلس فيه 24 ساعه 48 ساعه احيانا، باش يلا تكون عنده الفرصه انه طبعا يدخل. كان واحد الصف طويل صف طويل يوم كل كامل، ما ممكنش احيانا حتى يغادر بعض الشهادات اللي استقينا من انفاس بلاس من عين المكان، كيقول لك ما ممكنش انا نغادر المكان ديالي، انا لا غادرت المكان ديالي ممكن انه تجي اعداد اخرى ونضيع انا باش طبعا نشوف. هو ديك الساعه وقف الصف مضطر انه يبقى واقف في الصف، ليست هناك كراسي وليست هناك قيم ولا حتى شي حاجه، الصف واقف واقف، هو جاي مسافر يومين ديال السفر بزز باش وصل تقريبا السيد وفاء. الان وصلنا الى حدود واحد 4000 يعني طالب مغربي اللي تم يعني الدخول ديالهم للحدود الدوليه المجاوره، بقي عدد كثير، واش هاد 400 او 4000 في ظل اقل من اسبوع كافي؟ والحال هو انه عندنا واحد 12000 تقريبا اللي كاين تما. لا غير كافي، العدد لم يصل الى الربع، غير كافي طبعا، باقي خصنا نبذلوا المجهودات باش يدخلوا الطلبه المغاربه الى المغرب. مازال هذا العدد برايي انا غير كافي الى حد الان. كاين فئات اخرى اللي هي الان تحت الحصار، منهم هذه الحاله اللي كنشوفوها الان في الصور ديال حاله مدينه سومي. شنو اللي جعل انه مدينه سومي الان في هذه المعاناه كثيره، واحد بؤره ديال الرعب الروسي في اوكرانيا؟ هناك بعض المدن التي لم تعرف في بدايه الحرب قصف او اطلاق نار، ومن بعد عاد باش وصل لها مدينه سومي منهم، فلتافا
بلطافا لحد الان بقى الامور هادئه. خاركوف كانت الامور هادئه يلاه عرفت التصعيد هذه واحد اليومين وتحاصرت طبعا بالقتاليين هذا. نفس الشيء نفس الامر في مدينه سومي. مدينه سومي ما خصناش نميزوها على المدن الاخرى اللي فيها الطلبه، لان هناك مدن اخرى حتى هي محاصره. ربما الاعلام يعني ركز اكثر على سومي، ومزيان مزيان يعني ان هذا الامر اللي عملوه اولياء امور الطلبه اللي موجودين في مدينه سومي ركزوا على الوليدات ديالهم اللي تماكين. بالتالي حنايا عبر مدينه سومي نعرفوا كيفاش نجيبوا الطلبه الاخرين اللي في المدن الاخرى المحاصره اين يشتد القتال. زياده على ذلك كاين مشكل ديال واجهه بعض المغاربه، ولكن خاص الواحد يكون يفرق ما بين الخبر الصحيح والاشاعه. مني الجيش الاوكراني نزل البدله العسكريه ولبسوا البدله المدنيه، ولاو كيمشيو في الحافلات توقفوا الحافلات يشوفوا الشباب منهم باش يجيو ويجندوهم معاهم، الشباب اقول وليس الرجال الذي فوق سنهم. كانوا ربما في هذوك الحافلات بعض المغاربه ممكن اختلط عليهم الامر انهم يسحبوهم اوكرانيين، ولكن عندما قدموا الوثائق ديالهم بانهم اجانب بانهم مغاربه لا خلاهم. يعني فعلا هذا الامر السيده وفاء تطرح خصوصا هذه الاشاعات هذه احيانا التي تحبط حتى المعنويات ديال هاد الطلبه. هذا ملي كيسمع على انه بدا التجنيد العسكري للاجانب ولا المغاربه عموما يعني كيحس بواحد النوع من الاحباط، وبالتالي كيف ممكن تم الجمعيه وداخل هذه مواقع التواصل انكم تحاربون الاشاعه، هذه الاشاعه اللي لا تقل ضررا عن الحرب العسكريه انت ادرى. ومن بين ايضا الامور حتى الاعلام الروسي والاعلام الغربي عموما حتى هو احيانا كيساهم مثل هذه الاشاعات وهذه المغالطات. طبعا هي الاشاعه تنتشر عبر وسائل الاعلام. الان نرى ان وسائل التواصل الاجتماعي ايضا تلعب دور في انتشار الاشاعه وتضخيمها والى ما غير ذلك. احنا الدور ديالنا في الجمعيه عبر المجموعات اللي احنا تنتواصلوا بها مع الطلبه واولياء الامور ديالهم عبر وسائل الاعلام محترمه مثل هذا كنوصلوا واحد الرساله بانه هل اللي صحيح هل اللي غلط. طبعا ما يمكنلاش كل مره نخرجوا بندوه اللي مثلا اعطاء معلومه جديده، لان المعلومات تتغير كل دقيقه، ما يمكنناش كل ساعه هذا، ولكن نعمل كل ما في الجهد ديالنا باش نبقاو نراقبوا اين المعلومه الصحيحه واين المعلومه الخاطئه. هذا من جهه. من جهة أخرى هناك المغاربة المجنسين، يعني اللي عندهم الجنسية الأوكرانية، هذا أمر خطير بالنسبة لهم لأنهم يعتبرون طبعا مواطنون أوكران. ما عندهم حقوق، عندهم أيضا واجبات اللي هي الدفاع عن البلد. فهادو ربما ما كانش تقدر تقريبا شحال عندنا ديال لا ما عنديش الأعداد يعني الحقيقية ديال المجنسين، لأنه كاين منهم اللي باقي في أوكرانيا وكاين منهم اللي رجع للمغرب أو في بلد آخر. كاين في كندا بزاف اللي مشاو لكندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. هنا الموضوع خطير بالنسبة لهم لأنهم كاينين في لاباس دو دوني عند الأوكرانيين بأنهم أوكرانيين، فلذلك الأمر خطير إذا وصلوا للحدود يتم الاستيلاء ديالهم أو حصرهم عند الحدود. طبعا ولكن هم مغاربة، ولكن عندهم جنسية أيضا أوكرانية، لكن هم مغاربة وربى ولادهم أنهم مغاربة، فهادو ما خصناش ننساوهم، وليداتهم مغاربه. الفئه الاخرى اللي ممكن نتكلم عليها هما هاد عند السجناء ربما مغاربه. نعم وصلنا خبر اليوم ان هناك مواطنون مغاربه يقبعون في السجون الاوكرانيه للاسف. هذا موضوع مهم جدا، ويعني نتمنى ان نتواصل مع وزاره العدل في اقرب هذا الاجل باش مثلا 300. انا اللي وصلنا الخبر اللي وصلنا الجمعية اليوم انه 300 مواطن مغربي غير في مدينة كييف كان في المخفر الشرطة او في السجون. هما ليسوا مجرمين،
وخصوصا اذا كانوا طلبه كيكون غير مشكل ديال الشجار مناوشات شجار مناوشات مو ربما سرق لصاحبه شي حاجه يعني ما سرقش بنك او لا جريمه منظمه او لا انا متاكده 100% لانه عشت انا في فتره التسعينات في روسيا كانت فتره يعني ما كانتش الحرب ولكن كانت واحد الفتره اللي كتمر منها روسيا صعيبه بزاف من يعني عن طريق المافيا وكانوا بعض الإخوان المغاربة اللي تهم دخلوا الحبس غير في إطار مشاجرة بسيطة أو لا شي حاجة بسيطة يعني ما قتل ما ما ما, ما سرق بنك ما لا شي حاجة وحكموا عليه فهمتي فلذلك حنايا ما نساوش هاد الوليدات حتى هما يكملوا الفترة ديالهم هنا في المغرب أو لا نشوفوا كيفاش نلقاو لهم الحل ولكن حتى هو نفس مغربيه خاصها ترجع لينا خاصها ترجع كيف ما كان الحال. واحد الامر اخر من خلال الندوه اللي نظمته مؤخرا في الرباط في المقر ديال الجمعيه ديالكم عدد ديال الاباء من الان بداو كيتكلموا على كيف ممكن ضمان مستقبل هذه الوليدات. هذه حرب احنا ما عرفناش وربما حتى الحرب تكلمنا سيدي فان لحد الان باقي ما بداتش يعني من خلال الانزال الروسي راه باقي هذيك الحرب بشكلها العصري بشكلها الملحوظ فقط هي كتكون حصار ديال المدن ما كاينش داك الانزال العسكري المكثف فعلا هذا ما ياتي في وسائل الاعلام الروسيه وفي البلاغات الرسميه لوزاره الدفاع ان الروس لم يبداوا الحرب بعد هذه كله لأنهم لا يريدون قصف المدنيين ربما هم يعطون مهلة للمدنيين الأوكرانيين باش يغادروا البلاد وربما عندها ستبدأ الحرب هذا هو ما يأتي في الوسائل الإعلام الروسية التي أتابعها ولكن الأزمة يعني خلية الأزمة داخل الجمعية قررت اولا يعني هي قدمت توصيات الان بانشاء تنسيقيه لاولياء امور الطلبه الذين كانوا يتابعون دراستهم في اوكرانيا لمتابعه مشاكلهم بعد العوده ان شاء الله سالمين كلهم الى اخر طالب يعود يرجعوا للمغرب او يخرجوا من الاراضي الاوكرانيه نتابعوا الملفات ديالهم مع وزاره التعليم العالي هذا امر مؤكد وحنايا غنمشيو معهم في هذه الخطوات لانه الاباء كيطرحوا واحد المساله كيف ممكن ان هاد ولد ولا بنته بقى لها واحد السنه واش ما ممكنش مثلا يكملها في كليه الهندسه هنا او في كليه الطب ويكون واحد المعادله واحد ليكيفالون ديال هاد هذا ما نتمناه هادشي اللي كنتمناه انايا لانه كاين اللي باقي عنده غير ان سيمستر عن 6 شهور باش يكمل التدريب عندهم دابا التدريب والاغلبيه ديال الطلبه المغاربه اللي ما قدروش ما بغاوش يخرجوا من اوكرانيا كان عندهم اي فتره تدريبات في المستشفيات فهمتي وبقاو وخصوصا الان كنعيشوا فتره حرب كيجيهم حالات هادو اللي الناس الجرحى ولا هذا باغيين يشوفوا ديك الشيء يعني كنقول لهم غير خرج من تما كان ولدي راه تلقى ما تداوي هنا في المغرب فلذلك انا كنتمنى طبعا ان هاد الطلبه هادو يلقاو لهم الحل ما عندناش حنا كمجتمع كجمعيه ولكن السلطات المغربيه وهي المختصه وهي وزاره التعليم العالي هي اللي خصها تلقى لهم حل وسنتابع مع الاولياء الامور كل الطلبات بحيث اننا نجمعها في طلب واحد وغنطلعوه لوزاره التعليم وغنشوفوا كيفاش يمكننا يعني ماشي غنشوفوا ممكن ان نقدم مقترحات للوزاره لحل هذه المشاكل المقترح الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الى ان نحل الحل الاولوي عندنا حنا هي العوده الامنه لهاد الوليدات هادو من بعد هاد الامور الدراسه وسكن المدرسه حتى هي على طاوله فعلا سيده وفاء تفضل بغيت غير عبر المنبر ديالكم نقول بان الجمعيه المغربيه ايضا قامت بانشاء خليه يقظه للطلبه في روسيا لانه كما نعلم مع الحظر على نظام المالي سويفت العديد من الطلبه لم يستلموا اموالهم من المغرب وبزاف منهم ما عندهمش فليسات تما وديك الشيء حنايا اسسنا هذا ومن بعد حتى النفسيه ديالهم حتى هي منهاره لانه كيقولوا ربما تشوب حرب هنا في روسيا وربما لنا علينا العوده الى المغرب في اقرب هذا فاحنا قلنا نظموهم
اولا درنا واحد المجموع واحد الرقم رهن الاشاره ديال الطلبه انا الى يمكن نعطيه لك من بعد نديرو في الشاشه غنديروا مجموعه لاجل ناخذ المعطيات ديالهم الاسم الكامل ورقم الهاتف والجامعه والمدينه التي تتواجد فيها الجامعه بعدها غنشو يعني كي لا يتكرر سيناريو الطلبه في اوكرانيا يعني احنا بغينا درنا هاد المجموعه ديال خليه اليقظه للتعامل مع هاد المساله هي ليس مشكله ولكن مساله هناك سؤال فلذلك يعني من هنا كنقولوا بان اليوم انشانا هذه الخليه سيدي وفاء الضوي مشكورين على هذه الجهود المبذوله داخل الجمعيه وانت يعني مسؤوله العلاقات العامه داخل الجمعيه المغربيه لخريجي المعاهد والجامعات السوفيتيه سابقا شكرا جزيلا لك وكنتمنوا ان هذا الحرب التي تضع اوزارها ويجعل لنا هذه الوليدات سالمين غانمين ان شاء الله شكرا جزيلا لك مرحبا شكرا